يا بنت ام شحنته يا بنت يا ام شحنته. امي ما قعداش راح تتعزي. تعزي في مين يا؟ ما عرفش، في واحده ماتت. لا عزوا فيها، كان معهاش غير العزة لما ركبتنا الفقر بنت المحروق، سيباني متلقح الحية بقى من الميت. طيب هنا شحنته يا انت يا بايا؟ روح عند الصيدلية هات لي برشام الضغط يا الصيدلية قافلة الجو برد. حتى انت، حتى انت يا ابن المنتولة يعني حمدته يا ايه يا بايا؟ هات لي قزازة مية اشرب يا المية قاطعة من الصبح يا بايا. الله تتقطع ميتك ومي طمه يا دي خلايف الطين يا دي. يا وعي وعي المرأة وعيالها، وعي ما يعملوا في المرأة وعيالها. اه ما لما كبرت كلمتي في البيت بطلوها، عندها على المرأة ما عايزة ترد حتى عيالها تبعوها. ادي يا ابوي الهوايل، يا عمري اللي ضاع هدر يا ابوي، يا عمري اللي ضيعته يا ابوي في سيرة خلق الله يا ابوي، يا شباب اللي ضاع على المصاطب يا ابوي. وعي وعي الخلايف الطين، وعي العيال يطلعوا زي امهم، وعي وعي الواد اقول له سقيني يقول لي المية قطعة لا تتقطع ميت وميتم وكان، والتاني يقول لي الصيدلية قافلة والصيدلية فاتحة. وعي وعي بقيت شرابة خرد يا دوي ما لقاش كلمة. حاضر راح اتعزي. تعزي يا بنت المحروق تعزي؟ طب ما انا متلقح يا بنت الكلب، شو اللي يعزوا فيك وفي ناسك؟ ايه موديك في الليالي تعزي يا بنت المحروق؟ ما راعيلي انا. حاضر حاضر، لو ما خفيت وكسرت لك ركبك كان لا عزوا فيك وفي امك ان شاء الله قريب. وعيالها طالعين زيهم. وعي حاضر حاضر.